السيسي يلتقي محلب وعددا من الوزراء لبحث أزمة انقطاع الكهرباء، ورئيس الوزراء تحسن تدريجي بشكل ملحوظ من الأحد المقبل. وزير التنمية المحلية يعلن إنشاء 3 محافظات جديدة بوسط سيناء والواحات والعلمين. وسجن 15 عاما على رشيد محمد رشيد ونجلته بتهمة الكسب غير المشروع. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه اليوم. الموضوع المشترك اللي بيتكلم فيه معظم المصريين اليومين دول هو بالتاكيد ازمه انقطاع الكهرباء. بقول معظم المصريين مش كلهم، لان حسب تقارير صحفيه عديده في ناس عندها استثناء وعايشه في كوكب تاني منور غير كوكبنا المظلم. الازمه زادت في الايام الاخيره عن الحد المعقول، لدرجة أني أول امبارح كتبت على تويتر بشتكي وأقول أن الكهرباء قطعت عندي في البيت حوالي 3 مرات. لقيت الناس بترد عليا وتقول لي يا أخي أحمد ربنا على النعمة اللي أنت فيها، 3 مرات دي ولا حاجة، عندنا بتقطع 6 مرات و7 مرات في اليوم. المؤشرات لحل الأزمة في الفترة اللي جاية بالتأكيد مش مطمئنة، والناس مش هتستحمل تعيش بدون كهرباء معظم ساعات اليوم، حتى لو نفذ وزير الكهرباء تعليمات الرئيس السيسي اللي قال له خفف الأحمال على كل الناس بعدل حتى على بيتي أنا شخصيا. في الواقع لو الكهرباء اتقطعت عن بيت الرئيس أو بيت رئيس الوزراء الناس ممكن تشوف في ده عدل فعلا، لكن ده مش هيحل المشاكل بتاعة الناس اللي بتعانيها دلوقتي. اللي هيحلها إن وزير الكهرباء يقدم خطة إنقاذ للخروج من هذه المأساة قبل فوات الأوان، خطة تعتمد على الصراحة، فيها جدول زمني في نهايته بيقدم الوزير للناس كشف حساب. ده حتى مطلوب جدا علشان يتقفل باب القيل والقال بخصوص دفاع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في مواجهة الانتقادات العديدة اللي بتحمل الوزير الجزء الأكبر من مسؤولية الظلمة اللي الناس عايشة فيها. هيكون لنا نقاش موسع في فقرتنا الرئيسية النهاردة في الحياة اليوم عن أزمة الأزمات انقطاع التيار الكهربي، لكن في البداية خلونا نشوف أهم الأخبار، وأهم الأخبار برضو مرتبطة بهذه المشكلة وهذه الأزمة. نبدأ بمجلس الوزراء. النهاردة وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 75 الخاص بنظام هيئة قناة السويس. التعديل بينص على تولي رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادتين الثانية والثالثة من القانون المشار إليه. طيب خلونا نتعرف على ما جرى في هذا الاجتماع مع الأستاذ منصور كامل محرر شؤون مجلس الوزراء في جريدة المصري اليوم. أستاذ منصور مساء الخير. مساء الخير أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك تحياتي لكل مشاهدي قناة الحياة وبرنامج الحياة اليوم. أشكرك. تفضل. أنا عايز بس أضيف لحضرتك، ذكرت في المقدمة إنه يعني في الوقت اللي حضرتك بتكلمني فيه هناك اجتماع لمجلس الوزراء ما زال مستمر حتى هذه اللحظة. هناك تصريحات خرجت حاليا على لسان رئيس الوزراء بيقول فيها إن مجلس الوزراء وضع خطة إسعافية سريعة لعلاج أزمة انقطاع الكهرباء هتعتمد على متابعة يعني ضخ الوقود ل 54 محطة موجودة حاليا، تنفيذ أعمال صيانة سريعة لمحطات الكهرباء. وقال فيها إن هناك توجيهات واضحة ومحددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وقال إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل ستخصص جلسته او سيخصص يعني هذا الاجتماع بالكامل لعرض موضوع انشاء محطات الطاقه الجديده والمتجدده لتخفيف عمليه انقطاع الكهرباء. رئيس الوزراء ايضا طالب بتنفيذ تكليفات الرئيس لتحقيق عداله تخفيف الاحمال، خاصه بعد الانتقادات الكبيره التي وجهت الى وزاره الكهرباء والطاقه بانها يعني هناك 30% مستثنى من عمليه انقطاع، في حين ان المرافق الحيويه الهامه زي المستشفيات وغيرها لا تتعدى 10%، وانه في 20% اضافيه بتتم في هيئه مجاملات في عمليه الانقطاعات. وفي توجيهات واضحه، رئيس الوزراء كان مقرر ان هو يقوم جوله غدا
الى مدينه بورسعيد تم الغائها. حيتم عقد مجموعه من الاجتماعات المكثفه حول ازمه الكهرباء. وزير الكهرباء خلال اجتماع مجلس الوزراء ما زال مستمر حتى هذه اللحظه، قال انه بنهايه اغسطس الحالي سيتم استعاده 2500 ميجا وات، وحيتم استعاده 500 ميجا وات في سبتمبر و1000 ميجا وات ثانيه في شهر نوفمبر، علشان بكده نوصل الى يعني الطاقه الاستيعابيه المطلوبه لتشغيل محطات الطاقه. طيب يعني استاذ منصور، يعني فعلا الكلام بيدور عن خطه وعن جدول زمني زي ما قلنا في المقدمه، ولا يعني الكلام لسه لم يتبلور في صوره يعني جدول زمني؟ لا، هناك جدول زمني لاستعاده الطاقه الاستيعابيه المطلوبه لتشغيل كامل القوه المطلوبه في التشغيل، اللي هي سواء 2500 ميجا وات في سبتمبر وبعدها بتزيد في نوفمبر. طبعا هناك مشكله اخرى متعلقه بازمه الوقود، ودي حيتم حلها خلال الاجتماعات الحاسمه خلال الساعات المقبله. رئيس الوزراء زي ما ذكرت حضرتك انه عنده الخميس والجمعه اجتماعات مكثفه تتوقف بهذا الموضوع من اجل حل الازمه، والاهم فيها عداله التوزيع في الانقطاعات الحاليه، لانه احنا عندنا خلال الايام الجايه الازمه لن تحل، وبالتالي في مشكله في الانقطاعات. الاهم من مشكله الانقطاعات عداله التوزيع، بمعنى ان ما فيش منطقه زي ما حضرتك تذكر ينقطع عنها الكهرباء ست ساعات، ومنطقه ثانيه ما يتمش انقطاع عنها الكهرباء بسبب وجود مجاملات او شخصيات معينه. رئيس السيسي قال انقطاع الكهرباء عن بيتي انا، وبالتالي دي رساله واضحه منه لكل المسؤولين في وزاره الكهرباء. ان لم يستجيبوا لتعليمات الرئيس لابد ان تكون هناك تغييرات حاسمه في هذه الوزاره لكافه المسؤولين عن موضوع انقطاعات الكهرباء وتوزيعها سواء في الوزاره او في المجلس القومي للتحكم في الطاقه. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ منصور كامل، محرر شؤون مجلس الوزراء في جريده المصري اليوم. من شويه شب حريق هائل في مصنع بويات بالمنطقه الصناعيه الثالثه بمدينه السادس من اكتوبر، واداره الحمايه المدنيه دفعت ب 22 سياره اطفاء لمكان الحريق، واللي نجحت بعد دعم من الادارات الاخرى من السيطره على النيران بعد وقوع عده انفجارات بسبب وجود كميات كبيره من مواد كيميائيه. معايا على التليفون الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه. مساء الخير دكتور علي. اسباب المبدئيه على الاقل لهذا الحريق؟ الحريق شاب منذ أكثر من ثلاث ساعات، والحقيقة أن الأسباب ما زالت قيد بالبحث. المعمل الجنائي يقوم بتحري وتحقيق في الأمر. طبعا عشان المواد اللي كانت موجودة في المصنع كلها مواد سريعة الاشتعال، بويات ومواد لاصقة وبمساحه كبيره حوالي 2000 متر مربع. الحريق خد جهد من 22 سياره كما ذكرت سيادتك، واغلب السيارات كانت من اداره الحمايه المدنيه بالجيزه، وكان في معاونه بخمس سيارات من الاداره العامه للحمايه المدنيه. لكن ما كانش في اي خسائر الحمد لله في الارواح. طب الخسائر الماديه يا سياده المحافظ بلغت قد ايه؟ او امتد الحريق لمناطق مجاوره، مصانع مجاوره؟ لا، هو 2000 متر تقريبا المصنع انتهى بالكامل، ومساحه المصنع حوالي 2000 متر مربع. يعني اقتصر الحريق فقط على هذا المصنع؟ طيب هل في اصابات داخل او في صفوف رجال الاطفاء؟ لا في رجال الحمايه المدنيه ولا في العاملين بالمصنع. طيب الحمد لله على كل حال، يعني وربنا يعوض على صاحب هذا المصنع. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه. لسه متابعين مع حضراتكم طبعا موضوع المواضيع او ازمه الازمات اللي كل المصريين بيتكلموا عنها، وهو انقطاع الكهرباء اللي بلغت قمتها وذروتها اول امبارح في معظم محافظات الجمهوريه. ده اللي خلى الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لمناقشة قضية، هذه القضية المهمة اللي بيعاني منها المصريين بشكل يومي. مهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي زي ما حضراتكم يمكن شايفين في الصورة دلوقتي، هو بيتوسط وزيري الكهرباء والبترول، أوضح
استعرض طبعا المشكلة بتفاصيلها وأوضح وجود 54 محطة على مستوى الجمهورية وأنه تم مناقشة وضع كل محطة. قال أن احنا وضعنا خطة بتوقيتات زمنية لرفع كفاءة المحطات بخطة عملية وبتعاون ما بين كل الوزارات، خاصة طبعا الوزارتين الأساسيتين في المشكلة دي، البترول والكهرباء. قال كمان، وده يعني تصريح متفائل من المهندس إبراهيم محلب، أنه من يوم الحد اللي جاي هيكون في نوع من التحسن التدريجي بشكل ملحوظ. ده الكلام اللي قاله المهندس محلب، يعني من يوم الحد الجاي إن شاء الله هيكون في تحسن ولكن بصورة تدريجية، مش هتتحل المشكلة طبعا بين يوم وليلة ولكن بشكل يعني تدريجي. طبعا ده بيتزامن مع موجة حارة وكالة الأرصاد الجوية أو هيئة الأرصاد الجوية بتقول إنها تبدأ من يوم الجمعة اللي جاية. محلب قال إن موضوع محطة الضبعة النووية وإنتاج الطاقة من المفاعلات النووية ما زال محل دراسة، وإن الأولوية دلوقتي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تعالوا نشوف جزء من كلمة المهندس إبراهيم محلب. استعرضنا الموقف تفصيل للتفصيل، مسكنا احنا عندنا 54 محطة على مستوى الجمهورية، شفنا محطة محطة الطاقة المولدة ومشكلة تحليل كل وضع كل احنا بنعتذر عن هذا الخطأ الفني. طبعا احنا هنعرض على حضراتكم التصريحات اللي قالها الدكتور او المهندس ابراهيم محلب امبارح او النهاردة، وكان معاه طبعا وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول ايضا. طبعا يعني زي ما قلنا لحضراتكم في المقدمة، لابد من وجود خطة زمنية محددة بشكل واضح وصريح علشان الناس تعرف بكرة جايب لهم ايه. علشان كده يمكن الأستاذ منصور كامل اللي هو كان بيتكلم معنا دلوقتي، محرر شؤون مجلس الوزراء، في المكالمة التليفونية اللي عرضناها على حضراتكم قبل قليل، قال لنا أنه بالفعل مجلس الوزراء بيناقش أو ناقش موضوع خطة زمنية علشان يعني مسألة الكهرباء ما تتكررش بالصورة اللي كان عليها الحال أول امبارح. يمكن دلوقتي عندنا جاهز دلوقتي كلمة محمد شاكر وزير الكهرباء اللي أكد في مؤتمر صحفي أن انقطاع الكهرباء بيتم بعدالة وأن الكهرباء بتنقطع عن بيته حوالي 4 مرات في اليوم. خلونا نشوف جزء من كلمة دكتور محمد شاكر. انقطاع التيار الكهرباء على ناس كثيرين جدا بيحصل، وانا متضايق، وتفتكرش ان احنا مبسوطين من هذا الكلام، لكن واحنا بنقطع الكهرباء ليه او بنخف الاحمال ليه؟ لما يكون الطلب على الاستهلاك اكبر بكثير من قدرتنا على الانتاج. لو حضرتك سبت الكلام ده كده يحصل انهيار في الشبكه. ان شاء الله خلال شهر سبتمبر تقدر تدخل او تستعيد قدرات حوالي 520 ميجا، خلال شهر اكتوبر تستعيد قدرات 1080 ميجا. اجمع الكلام ده كله على بعضه بيؤدي الى انه هيبقى فيه طفره في التحسين يعني في هذا الامر. اقول لحضرتك حاجه، ان شاء الله في شهر نوفمبر هتدخل محطه جديده بقى ما كانتش داخله، واحده في العين السخنه، هي دي برضه من ضمن الحاجات احنا كنا متوقعين العين السخنه تكون دخلت الشهر الماضي. احنا بننسق مع وزاره البترول، ومش عاوز اقول لستك ان هناك اتصال شخصي بيني وبين معالي وزير البترول يوميا مش اقل من 3-4 مرات، مش مسألة في الأسبوع ده، في اليوم. والتنسيق على أشده طبعا، هو كان بصراحة كان في مشكلة كبيرة، أو لا زال المشكلة موجودة ديت، إن احنا اعتمدنا على الغاز الطبيعي كمصدر تقريبا وحيد للوقود الأولي. وطبعا لو حضرتك شفت العالم كله عمره ما حد بيعمل الكلام ده على الإطلاق، إنك بتعتمد على مصدر واحد وتحط كل اعتمادك موجود عليه. حصل فيه مشكلة، يبقى المشكلة تتفاقم بشد على قطاع الكهرباء. زي ما قلت لسيادتك إن مفروض إن المزيج الطاقة اللي هو بيسموها energy mix ده داخل فيه جميع الطاقات الأولية اللي بتستخدم في توليد الكهرباء، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده من ضمنها، وأنا بقول تاني أهو، الغاز الطبيعي، الوقود السائل، الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها من طاقة شمسية وطاقة رياح وطاقة حيوية، يعني كل الطاقة النووية، طاقة الفحم النظيف. أنا بقول هذا الكلام ده وإحنا وإن شاء الله هنطبق المعايير في منطقة الشدة، وإحنا ملتزمين دائما بالمعايير الأوروبية. أقول لسيادتك حاجة برضو عشان يبقى عندك فكرة، 40% من الطاقة الكهربية المنتجة في العالم من الفحم.
من الفحم. وفي بعض دول وقفت حتى اللي يعني بالنتيجة أحزاب الخضر اللي موجودة هناك وكده، وقفت الاعتماد أو يعني بناء طاقات نووية وبتبني طاقات فيها الفحم. عندي عروض ببناء محطات جزء منها كبير بالطاقة الشمسية، مجموعة هذه العروض يوصل دلوقتي 13,000 ميجا. ومش عاوز أقول لحاجة برضو إن إحنا يعني في نهاية هذا الشهر لنا لقاءات فنية ومباحثات مع أحد الشركات الكبرى اللي بتعمل استثمار كبير في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، لأن احنا فلسفتنا الحقيقية في المرحلة القادمة إن احنا هنعتمد جزء كبير جدا في الاعتماد على الاستثمار العالمي في إنتاج الطاقة الكهربائية أو المحلي، مش معناه العالمي بس، لا أنا قصدي الاستثمار الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية. وهنحاول نركز بالدرجة كبيرة جدا على عمليات الاستثمار في مجال نقل الكهرباء، شبكات الكهرباء، تعمل ما يسمى بالسمارت جريدز اللي هي الشبكات الذكية، لأنه هو ده من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لما تولي الكهرباء تعرف توصلها بعد كده للمستهلك النهائي. ده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اللي كل الأنظار بتتجه ليه دلوقتي وبتحلل كل كلمة وكل حرف بيقولها. كمان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول كشف عن حقول بترولية جديدة ستدخل حيز الإنتاج لتحقق صافي زيادة في الإنتاج بتصل إلى 500 مليون قدم مكعب بنهاية العام. هذا الأمر سيساعد في حل جزئي لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي. الوزير قال كمان إنه الوزارة توصلت لعقد اتفاق مع شركتين لوك أويل وغاز بروم الروسيتين لتوريد الغاز المسال إلى مصر، وكذلك الاتفاق مع شركة سانوتراك الجزائرية، وهو الأمر اللي سيعظم جهود قطاع البترول لتوفير كميات كبيرة من الغاز للسوق المحلية. خلونا نشوف جزء من كلمة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول. احنا ان شاء الله اتفقنا على زيادة كميات الوقود الموجهة للمحطات، تحديدا في بعض المحطات فيها مشكلة في عند الضغوط الشبكة، فاحنا هنشتغل على أساس احنا نحسن الضغوط عند النقط دي، وأيضا نزود الكميات عند نفس النقط بحيث ان هذه المحطات يتم تحملها بكامل طاقتها. دي النقطة الأولانية. بيتزامن مع هذا الإجراء ان شاء الله في زيادة في الإنتاج في خلال الفترة الأشهر المقبلة حتى نهاية العام. البداية كانت في شهر أغسطس، احنا أضفنا في خلال شهر أغسطس حوالي 100 مليون قدم مكعب، في 60 مليون قدم مكعب في اليوم هيتم إضافتها بإذن الله خلال العشر أيام المقبلة، يعني في خلال 3 أو 4 أيام. عايز أنوه مرة تانية إلى أن الفقرة الرئيسية عندنا النهاردة في الحياة اليوم هتناقش بالتفصيل تداعيات أزمة الكهرباء وملابستها ووضع مصر الآن في ظل هذه الأزمة. نروح لموضوع آخر. النهاردة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أعلن تفاصيل ترسيم الحدود بين المحافظات اللي تضمنت إضافة 3 محافظات جديدة، هي محافظة العلمين، محافظة وسط سيناء، ومحافظة الواحات. الوزير أكد في مؤتمر صحفي أنه لن يتم تعديل الدوائر الانتخابية حاليا، وأن انتخابات مجلس النواب هتتم في موعدها، وأن المرحلة الثانية لترسيم الحدود بين المحافظات هتتضمن محافظات القناة ومحافظة القليوبية، فيما تتضمن المرحلة الثالثة محافظتي القاهرة والجيزة. نشوف جزء من مؤتمر الوزير عادل لبيب. على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي كانت أول امبارح دي كانت محافظات الصعيد، ودي انا بعتبرها من حاجات مهمه جدا بالنسبه لنا لان هي فيها اكبر جزء بالنسبه للترسيم. المجموعه الثانيه هتاخد مجموعه محافظات القاهره والجيزه، وهتاخد القليوبيه، وهتاخد خط القنال جنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد والسويس والاسماعيليه. محافظه اسيوط المساحه الحاليه 14,041 كيلو متر مربع، المقترحه 28,785، زيادة بنسبة 105% من المساحة الحالية. محافظة سوهاج المساحة الحالية 8,957 كيلو متر مربع، المقترحة 28,874 كيلو متر مربع، بزيادة 222%. محافظة قنا المساحة الحالية 10,000
544 كيلو متر مربع. في المقترحة 30107 كيلو متر مربع، زيادة 194% من المساحة الحالية. الأقصر المساحة الحالية 3263 كيلو متر مربع، المساحة المقترحة 37523 كيلو متر مربع، دي بزيادة 10.5 ضعف المساحة الحالية، 10.5 ضعف المساحة الحالية. في ثلاث طبعا محافظات جديدة لسه دول هتناقشوا المرحلة الثالثة، هم محافظة وسط سيناء، محافظة العلمين، محافظة الواحات. في خبر تاني يتعلق بمشروع قناة السويس، أنه القوات المسلحة بتقدم الدعوة لشباب مصر ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة في القيادة والعمل على المعدات الثقيلة، وده يعني بيتضمن سائقين، مساعدين، عمال تشغيل، علشان يتعاقدوا مع الهيئة الهندسية للعمل في مشروعات التنمية بمحور قناة السويس والمشروعات القومية اللي بتنفذها القوات المسلحة ضمن قوافل التعمير والتنمية بالمحافظة. القوات المسلحة حددت في بيان لها شروط المتقدمين للوظائف، وهي ألا يزيد سن المتقدمين عن 45 سنة، وأن يكون ملم بأعمال الصيانة الدورية لهذه المعدات، على أن يرفق بطلبات التقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة منها، وكمان صحيفة الحالة الجنائية وصورة رخصة القيادة المهنية وشهادة الميلاد وصور شهادة المؤهل وشهادة الخبرة إن وجدت. القوات المسلحة أعلنت أنه سيتم تقديم وقبول الطلبات بمقر إدارة المهندسين العسكريين بشارع منظمة الوحدة الأفريقية المتفرع من شارع الخليفة المأمون بجوار إدارة المشاة. في وفد من قيادة الكنيسة الإنجيلية زار موقع مشروع قناة السويس الجديدة. الكنيسة أكدت في بيان لها أن الزيارة جاءت إيمانا من الكنيسة بدعم المشروعات القومية ومساندة رئيس الجمهورية لبناء مصر الجديدة. والوفد ضم عدد من قيادات الكنيسة، وهم القس نادي لبيب رئيس لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي المشيخي، كمان الدكتور القس يوسف بطرس، القس أيمن سامي نائب رئيس لجنة الحوار. القس نادي لبيب رئيس لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي قال إن الكنيسة الإنجيلية حريصة على المشاركة في المشاريع القومية، وأكد إن الرئيس السيسي يسير على درب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في توحيد الشعب حول مشروع قومي. من ناحية تانية بيستعد مجلس كنائس مصر لعمل حفل خيري خلال شهر سبتمبر المقبل وتخصيص دخله لمساعدة مسيحي الموصل في العراق، وهيتضمن الحفل فقرات ترانيم وكلمات روحية، كما سيتم دعوة عدد من ممثلي وقيادات الكنائس اللي كانت أعلنت عن تأسيس حساب بنكي للتبرع لصالح مسيحي الموصل والمشاركة في قافلة الإغاثة. معنا على التليفون القس نادي لبيب رئيس لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي. مساء الخير سيادة القس، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن زيارتكم لموقع قناة السويس الجديدة. مساء الخير أستاذنا، أنا أولا عايز أشكركم جدا على تناولكم لهذا الموضوع وتناولكم لزيارة وفد الكنيسة لمشروع قناة السويس الجديدة. الحقيقة الزيارة كانت موفقة جدا، كان استقبال حافل لهذا الوفد المكون من مجموعة ذو مستوى رفيع جدا من قساوسة الكنيسة الإنجيلية في مصر. تم شرح خطة المشروع والعمل وكيف سيتم إنجازه خلال هذا العام، وكم من الفرص العمل التي ستتوفر من خلال هذا المشروع، واستمعنا للشرح وافي تجاه هذا الأمر. لكن لفت نظرنا في هذا المشروع إدارة جديدة، طريقة جديدة تدار بها مصر في الوقت الحاضر. إنك تشوف مشروع في مصر بهذا الشكل، بهذا النموذج، بهذا التحضر، بهذا النظام الجميل المختلف الجديد، أنا بأؤكد لك إنه لو صارت مصر بهذا الشكل وبهذه المنظومة ستتغير شكل مصر خلال عامان أو أقل من ذلك في الفترة القادمة. هل اقتصر كلامكم سيادة القصة على المسؤولين اللي قدموا لكم شرح عن المشروع، ولا تكلمتوا مع العمال والفنيين؟ لا، العمال الحقيقة أنا كنت حريص أنه محدش فينا يتكلم معهم، لأن العمال
في شغلهم، وهم قالوا لنا انه كل مره الناس بتيجي علشان تعمل زيارات اي كلام مع العمال هو تعطيل المشروع. صحيح. اتكلم في سباق في سباق مع الزمن، فاي تعطيل العمال في اماكنهم بيقدموا تحيه من خلال الكلاكسات اللي بيقدموها من اللودر اللي راكبه، وكل عامل تحيه لكل الناس اللي موجوده لكنه في شغله في عمله. وانا حرصت ان الوفد لا يتقابل مع العمال، لكن تقابلنا مع المسؤولين وتم الشرح ليهم. لقينا وفود كثيره موجوده، منها محافظ الدقهليه معاه وفد كبير كان موجود وتقابلنا معاه، وسيد قائد اركان الجيش كان موجود اول ما عرف ان احنا موجودين. وكمان واحنا راجعين عملنا مقابله مع محافظ الاسماعيليه، كنا بنرتبلها معاه، فعملنا مقابله معاه في مكتبه، وكان المقابله مستمره جدا، حييناه على هذا المجهود وهذا العمل الرائع والجميل، وهو كان سعيد جدا بهذه الزياره اللي قدمناها للمحافظ. واضح ان حضرتك يعني جاي بروح معنويه مرتفعه من بعد هذه الزياره. ده حقيقة بعد اللي شفناه، وبعد هذا الجهد والعمل، بعد هذا التفكير الرائع اللي موجود في مصر، الخطة اللي تتعمل إنه مصر تتقدم وتنمو اقتصاديا بهذا الشكل، يجعل كل مصري فخور بهذا العمل. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة القس نادي لبيب، رئيس لجنة الحوار بمجمع أو مجمع القاهرة الإنجيلي. من خبر مفرح إلى خبر محزن وجريمة بشعة حصلت امبارح في منطقة الطلبية بالهرم. مجهول ذبح طفلتين، واحدة اسمها شاهيناز عندها 3 سنوات وأختها شهد عندها 2 سنين، كمان حاول يذبح والدتهم اللي اسمها أعتقد عبير وعندها 22 سنة. السبب لغاية دلوقتي ما كانش معروف، لكن أعتقد أنهم معانا على التليفون اللي هو محمود فاروق مدير المباحث الجنائية بالجيزة. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير عمرو بيه، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. سيادة اللواء قول لنا تفاصيل عن هذه الجريمة البشعة، وهل توصلتم للجاني؟ هو طبعا الجريمة زي ما حضرتك توصلت إلى سلسلة البشاعة، بلغ لينا امبارح بالواقعة المؤسفة دي انتقل ضباط المباحث، أسر على طفلتين 3 سنوات وسنتين شقيقتين مذبوحين بطريقة بشعة، ووالدتهم فيها جرح غائر برضو في منطقة الرقبة، يعني ذبحها برضو. تم نقل الأم على الفور للمستشفى لإسعافها. تم تشكيل فريق بحث على الفور طبعا لبشاعة الجريمة. تحريات الفريق البحث أشارت عدم تردد غرباء على المسكن المجني عليهم في الوقت ارتكاب الجريمة، حدش شاف داخل ولا خارج. أشارت تحريات برضو أن هناك في مشاكل بين المجني عليها وبين زوجها بسبب سوء المعاملة وقسوة في التعامل معها. انتظرنا لما النهاردة تردت عافيتها شوية من خلال المناقشة الشفوية ليها، لأنها برضو ما بتتكلمش حتى الان الا بصعوبه. تبين انها بتمر بحاله نفسيه بسبب سوء المعامله بتاعت زوجها، سبق تطليقها مرتين واجبرت على العوده للحياه الزوجيه. صورت ليها نفسها امبارح الانتحار، وقبل ما تنتحر تفكر في الانتحار، فكرت في بناتها انها تسيبهم يلقوا نفس المصير ونفس المعامله القاسيه من الزوج، فبدات بيهم هما. خلصت يعني الام اللي ذبحت الطفلتين للاسف. فحصل الواقعه ديت، وبعد كده بعد ما ارتكبت الجريمه وضربت نفسها حاولت تنقذهم، لكن طبعا للاسف فارقوا الحياه، واستغاثت بالجيران بقى وبلغونا وانتقلنا زي ما قلت لحضرتك. يعني مش عارف يعني اسال اقول لك ايه، لكن عارف يا سياده اللواء يعني يمكن ده الحادثه دي بتفكرنا بحادثه يمكن حصلت في العمرانيه، حادثه الطفل شهد وزياد. ده اللي كان ابن خالتهم سالهم، ابن خالتهم بالظبط بالظبط. ايوه ده من كام سنه كده فعلا كده حاجه مماثله بالظبط. دي اكثر طيب. بتساعة طبعا لان دي قصه طبعا يعني ولكن هل الشكوك دارت حوالين الزوج؟ يعني لما تبلغتم لما حصل بلاغ عن الجريمه دي، هل شكوككم راحت تجاه الزوج، تجاه مثلا الغفير بتاع البيت؟ احنا بنشك كل الناس في حادث مماثل، والا لازم
يعني نشك في جميع المحيطين بمكان الحادث او المخالطين للمجنى عليهم، ونقدرش نحرك ادله اتهام لحد الا ما يبقى في ادله طبعا، لكن بتفحص ونتحرى عنه ونجمع عنه معلومات. ففعلا زي ما قلت لحضرتك المعلومات والتحريات اشارت عدم وجود غرباء، المسكن ما فيش اي اثار عنف في دخول المشروع، ما فيش حاجه تقول ان حد غريب دخل البيت. أنا عشان بشكرك. كده رجعنا تاني لنقطه البدايه اللي هي الام. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائيه بالجيزه، واللي قال لنا ان المباحث كشفت عن مرتكب هذه الجريمه البشعه اللي حصلت امبارح في الطلبيه في الهرم بعد اقل من 24 ساعه. الام اللي قتلت كانت بتمر بحاله نفسيه وقتلت او ذبحت خلينا نقول بمعنى اصح شاهيناز عندها 3 سنين واختها شهد عندها 2. ناخد فاصل ونرجع نكمل اخبارنا باذن الله. مرحبا بحضراتكم مرة ثانية في الحياة اليوم، وبنكمل جولتنا الإخبارية. النهاردة قررت النيابة الكلية برئاسة المستشار خالد طاهر رئيس النيابة، قررت حبس 7 من المتهمين بمحاولة الشروع في قتل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق. المتهمين أنكروا في أقوالهم أمام النيابة صلتهم بالواقعة ومحاولة قتل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أثناء خروجه من مقر النادي، وأنه تم القبض عليهم ظلم وأنهم ما اشتركوش في هذه الواقعة من قريب أو بعيد. كمان أنكروا أمام النيابة علاقتهم برابطة الزمالك المعروفة باسم الوايت نايتس وأنهم مش أعضاء في هذه الرابطة. تعالوا نشوف جزء من كلامهم. مادة 86 من قانون الأحوال يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون. كل ما نستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، هذه العصابة المسلحة استعملت القوة والعنف والتهديد والترويع، تبقى عصابة إرهابية. العربية هي بتاعت الدنيا اللي كانت ما هي واحدة بس حكيتها له؟ بس. يعني فيها أكتر من كده. والله هو عارف. أنا بقول أكتر من كده. والله أنا. طب أنت عرفت منين مثلا؟ هما كانوا متفقين اللي هما قاعدين على القهوة جالي وياسر اللي هما هيروحوا يكسروا عربية بتاعت مرتضى وهيروحوا معاهم برشتين واللي هي التورتة اللي هي بتضرب في الجو دي. اللي هو كان معاهم الفرد. معاهم إيه؟ فرد. مع مين؟ مع ناس عارفين. فاتوا على إيه؟ قالوا لهم عايزين يوصلوا عربية مرتضى، وصلوا جالي وياسر وعرفة واللي ضرب بالفرد كرانشي وأحمد سعد. معايا على التليفون المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء الخير يا أستاذ عمرو، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. سيادة المستشار، تعليقك على اللي سمعته من المتهمين. أولا أنا دلوقتي موجود في نيابة شمال الجيزة، أنا بقالي 7 ساعات يمكن برسيل، أنا أحمد مرتضى وباقي الشهود. السيد المستشار المحامي العام الأول أحمد البخلي محامي عام شمال الجيزة، 4 رؤساء نيابة محترمين أحمد بيه دبوس، خالد بيه طاهر، محمد يوسفي، عبد الرؤوف أبو زيد اللي حاقوا معنا على حدة. اللي طبعا سيبك من الشروع في القتل، أهم الشروع في القتل تبقى المادة زي ما قلت تبقى المادة 86، هذا تنظيم إرهابي مسلح معمول بغرض، الغرض الاساسي ترويع الامنين. الكلام اللي حضرتك قلته في بدايه التقرير منسوب ليهم اللي قالوه في التعاد، البني ادم القاتل لغايه ما بيوصل لحبل المشناه بيقول انا ما قتلتش، وحبل المشناه حول رقبته، فوضع طبيعي انهم ينكروا. لكن طبعا التحريات والشواهد والتهديدات والرسائل بتاعتهم اللي على التليفون هتموت في الفجر، فهذا التنظيم الإرهابي اللي بيطبق عليه المادة 86 لأنه يستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع لتعريض سلامة المجتمع وأمنه والأشخاص. يعني المسألة ليست جنائية سيادة المستشار، سياسية. لا خلاص، دخلت خارجة من دور الجنائي لدور إن ده تنظيم إرهابي مسلح يعاقب القيادات بتاعته بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب اللي بينتمي ليه مجرد نقول أنا ألترس أو نايت وايت ضفت الطين دون بتاعهم دون، بيعاقب بالسجن المشدد.
بياخد 15 سنة سجن. طب حضرتك القانون. حضرتك فكرت في التداعيات المحتملة لهذه القضية برمتها؟ ما فيش حد صاحب رسالة بيخاف يعني. يعني أنا راجل يعني متكل على ربنا، وعايز أقول لك حاجة، 14 رصاصة انضربت ناحيتي بفضل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي على فكرة. والناس اللي أصيبوا، في صحفي زميلك أصيب اللي هو صالح رجب، والموظف الغلبان اللي اسمه شكري اللي واخد 6 طلقات. فعايز أقول إن إحنا الدولة كلها في المواجهة، الأمن في المواجهة، الإعلام المستنير اللي بيرفض دلوقتي يذيع بيانات هذه العصابة المسلحة، وإلا نرفض إن يذيع بيانات بقى بتاعت الدعم الشرعية الإرهابية الأخرى، واخد بالك؟ فالإعلام ليه دور، الأب والأم للولاد بقى اللي منتمين لهذه العصابة ومش عارفين إنهم في عصابة مسلحة، قضاء مصر العظيم سواء نيابة أو قضاء، كلنا دلوقتي في معركة في خندق واحد. يمكن أنت عرفت النهاردة كان في مكالمة من السيد الرئيس، يعني دي مناسبة إن أنا بشكره عليها. الرئيس اتصل بحضرتك النهاردة الصبح إن شاء الله الحمد لله. إيه اللي دار في المكالمة دي يا سيادة المستشار؟ والله أنا كلمني قبل كده السيد رئيس الوزراء والسيد الدكتور الجنزوري والسيد وزير الداخلية مرتين، لأن القضية مش قضية أنا، يا رئيس نادي ما عملتش حاجة. يعني افرض يا أخي مثلا عندي واحد ضيع جون تقتلني، افرض جبت لاعب مش على مزاجك تقتلني، بس هي القصة مش رياضة. القصة يا عمرو اسأل مين اللي راح يقتل عمرو فاروق وزير الشباب والرياضة في استاد القاهرة، هما نفس العيال. مين ولع في اتحاد الكورة؟ مين اللي ولع في نادي الشرطة؟ مين اللي اقتحم نادي الأهلي مرتين؟ مين اللي اقتحم نادي الزمالك؟ مين اللي موتوا بعض في بورسعيد؟ مين اللي ضرب صواريخ على الطيران في مطار القاهرة؟ هي نفس المجموعة الإرهابية. فالسيد الرئيس مشكورا طبعا النهاردة كلمني الصبح، ومضمون المكالمة باختصار شديد، أولا أنا بشكر أنا مجلس إدارتي وجمعية العمومية وأجهزة الفنية والرياضية، لأنه ده واضح إنه راجل متابع. أول حاجة قال لي مرتضى أنا بصفة شخصية معاك وبدعمك، وكل أجهزة الدولة دي مش قضيتك لوحدك، ده قضية وطن ضد الإرهاب. مفيش حوار بالرصاص، مفيش اختلاف بالرأي بالقنابل. وفي نفس الوقت قال لي أنا مش ضد المشجعين، يعني مش ضد إن واحد يروح يشجع، بس فرق انك تروح تشجع وفرق انك تولع في منشأة او تضرب عسكري او تولع ناديك. فانا طلبت منه، يعني شكرته طبعا، وطلبت منه بصفتي ان لسه منتخبيني امبارح رئيس لجنة الاندية ان احنا نعمل لقاء مع سيادته، فقال لي خلال 48 ساعة هنحدد لقاء عشان اوصل رسالة لكل رؤساء الاندية. انا بقولها دلوقتي وهو هيبلغها لهم بنفسه، انه دوري مش ان انا اخد دوري وكاس او اشتري لاعب او اجيب جون، دوري اخطر من كده. قال لي انت عندك آلاف الشباب أعضاء في جميع عمومية النادي، وعندك ملايين الشباب منتمين للنادي حبا لهذا النادي. دور الأندية ورؤسائها إنه يعلم أولادنا دول إزاي يحبوا مصر، إزاي يخافوا على بلدهم، إزاي يخافوا على وطنهم. ده كلام الرئيس السيسي مش كده؟ ده النهارده. تمام. طيب أنا بشكره جدا طبعا، وبقول له يعني لما قال قبل كده إن الرياضة أمن قومي مصري، هو ده اللي بيتكلم عن الرياضة. طيب. أنا نفسي مشجعين يرجعوا تاني للمدرجات، بس مشجع مش الارهابي اللي بيضرب عسكري او بيحرق كرسي او بيحرق عربيه. طيب علشان كده عايز اسالك يا سياده المستشار، ايه مستقبل العلاقه بين مرتضى منصور والوايت نايتس؟ لا ما عادش في حاجه اسمها الوايت هباب الطين ده يا عمرو، معلش. لان اقول لحضرتك ايه الصفه الشرعيه ليهم، يعني ايه صفاتهم الشرعيه؟ يعني ايه يعني حضرتك تعرف هم بيتناولوا ازاي؟ هل الجهاز المركزي بيحاسبهم؟ هل الجرائم اللي ارتكبوها دول يتحاسبوا عليها؟ لا طبعا ما لهمش صفه شرعيه، فمفيش علاقه بالرئيس نادي محترم شارع منتخب ومجموعه من البلطجيه المسلحين اللي نهايتهم خلاص، ونهايتهم انا بقول لك يا السجن يا الموت، موت مش مني، موت بالاعدام، ده القانون. وفي بلاغ اتقدم لمعالي النائب العام والتحقيقات شغاله دلوقتي في هذه المجموعه الارهابيه اللي طبق عليها الماده 86 لانها لا. عصابه ارهابيه مسلحه. ده مش كلامي، ده كلام القانون. انا بشكرك سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومره اخرى الحمد لله على سلامتك، واحنا نتابع طبعا هذه القضيه بكل ابعادها. شكرا جزيلا. كنا اتكلمنا مع حضراتكم امبارح مع العميد عبد العزيز خضر رئيس مباحث شرق القاهرة عن جروب اسمه فك كلبش اللي تورط في 6 وقائع، منها حرق مقر حي عين شمس وخمس وقائع أخرى، واللي ضبط منهم 6 متهمين. تعالوا نشوف جزء من كلامهم. هو سامع كنا بنلعب كورة، فقال لي، فأنا بقول له عايز أشتغل، فقال لي يمكن تشتغل معانا كده، وفي ناس
ممكن يدونا فلوس يدوك فلوس من حاجه بسيطه يعني من غير ما تتعب ولا حاجه. وما انا كنتش اعرف في يوم قالوا لي هات لنا ميه اللي هو بنزين بس. مسميين البنزين ميه. جبت لهم بنزين منين؟ ايه بنزين في المكان. اللي فين؟ عند السنترال بس ما جبتش كتير هم 5 لتر. جبتهم في ايه؟ ايه في ازازه. في ازازتين. دخلت البنزينه كده اديهم لك عادي؟ قلت له ايه؟ قلت له عايز بنزين. من غير ما يسالك ليه؟ ها؟ مع اسامه ده كان معاه اكياس فيها بنزين وقال احنا ننط الاول الجرس عايزين 6 انفار ننط معانا جوه عشان نولع في الميه. نط معاه 6 انفار ما اعرفش اسمعهم خالص. راحوا نطوا جوه وراحوا ماسكين الكياس وابتدوا يحدفوا على المتر وبعد كده راحوا واحد راح مسك ازازه المرتوب وراح ايه رماها على المتر راح المتر كله ولع. احنا هنحرق الحي كده فبدا يوزع علينا البنزين اللي هو يشوفه خالص وبدا يوزع علينا البنزين وانا ما كنتش عايز احلف عادي كنت رايح كده واقف معاهم خلاص كنت الحق اتمنى قال لي لا احلفها وخلاص يعني اداني وقال لي احلفها رحت حلفت الازازه على يعني الحلقه كلها كانت من على البوابه. طالب الشرطة بالتعامل بكل جدية مع كل من تسولناه نفسه ان هو يعمل يقلق البلد الشعب الكلام ده كله اللي حاصل ده قلق للبلد. جاب لنا ايه العنف دلوقتي؟ العنف الاصل اللي حصل وصلنا لايه؟ ده السؤال المفروض يتسأل. وصلنا لايه؟ وصلنا نتأخرنا سنين ضد اي عنف وضد اي دعوات لان الدعوات دي كلها ولا ليها لازمه ولا العنف ليه لازمه. احنا عايزين بلدنا تتصلح عايزين بلدنا لحاجه لقدام. هناخد فاصل ونرجع نكمل فقرتنا الاخباريه باذن الله. برعايه فاتيكا حمام كريم بمكونات طبيعية فعالة. حطيه على شعرك ودلكيه برفق. حطي منشفة سخنة لدقائق بعدها غسليه بالماء. اللوز بيدي شعرك التغذية الكاملة. العسل وزيت الخروع بيقوي جذور الشعر. فاتيكا حمام كريم خلي شعرك في علبة. مسحوق الغسيل بيسيب رواسب وبيغير الهدوم. جربي بيرسيل باور جيل بيدوب أسرع ويشيل البقع أحسن من المسحوق من غير أي رواسب. أنا غيرت خلاص وإنتي؟ مبروك بيرسيل كسب التحدي والملايين غيرت على يدي يا مدام عابلة. بس صباح لسه ما جربتش. بس كده خليها تجرب. وادي بقع صعبة يا ساتر. اجمدي ده أنتي معاكي بيرسيل. بيرسيل باور جيل يزيل أصعب البقع ومن غير أي رواسب. ولا بقع ولا رواسب وكمان ريحة حلوة. غيرت خلاص. يلا بقى غيروا لبيرسيل باور جيل وانضموا للملايين. بيرسيل جيل عصر جديد للغسيل اليدوي. مع ريكسونا احنا مقتنعين ان كل حاجة ممكن تبقى احسن وعلشان كده اتحدينا نفسنا وعملنا تكنولوجيا موشن سنس المتطورة مزيل العرق الوحيد اللي بيزود الحماية من العرق مع زيادة الحركة. حماية من رائحة العرق تدوم اكتر من مزيلات العرق الاخرى. ده اللي حصل لما نزلنا نشوف رد فعل الناس لما لقوا اساميهم واسامي كل اللي بيحبوهم على كنز وازايز كوكاكولا. بسرعة إلا إن نمو شعرها وعينيها لسه مستمر. ده اللي بيخليني أثق في شامبو جونسونز بيبي لا تشابك بعد اليوم اللي بيغسل شعرها بلطف وبيحمي عينيها الحساسة. أفضل عناية لشعر الأطفال الكبار من مجموعة جونسونز بيبي. حقنا كل شهر بس انت منى تحلنا ب15 جنيه سلعة مدعمة لكل واحد مننا. حقنا نختار تموننا ما بين سلع كتير موجود ما فيش سلع مفروضة. حقنا السلعة مهما كان سعرها ما تدفعش فيها غير مبلغ بسيط زي ازازة الزيت كده ما تدفعش فيها غير ربع جنيه. حقنا إيه
ولازم ناخد الإيصال. حقنا. نظام التموين الجديد، رصيدي مشحون، تمويني مضمون. تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. صوت القاهرة، تحليل يومي في السياسة والاقتصاد، الدين والدولة، الفرص والمخاطر، عن الذي يجري في مصر والذي يجري في العالم. في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ بلادنا، اليأس خيانة والأمل وطن. صوت القاهرة، رؤية في المشروع الحضاري المصري، في المعالم وفي الطريق. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. صوت القاهرة، صناعة الأمل. صوت القاهرة مع الكاتب السياسي أحمد المسلماني، من السبت إلى الأربعاء 9 مساء فقط وحصريا على الحياة. أنا لما كان مساعد يا إكرام وما يحلى الكلام إذا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه إيه؟ اللمبي. يا رب كل حاجة توقف عنك وما تنشغل. الله. ربنا يديك الله. فيفا أطاطا مع النجم محمد سعد الليلة. إحنا عندنا سيطرة على عملية استلاف الكميات اللي بتدخل وتصنع منها الأدوية، وكذلك الأدوية اللي بتهرب من الخارج بنرصد مهربيها، وظبطنا كميات كبيرة جدا من الترامدول ده على خطوط التهريب. أما على المستوى المحلي داخل الدولة فإحنا عندنا بنتعاون مع إدارة وزارة الصحة بمتمثلة في إدارة الصيدلة، بنراقب الصيدليات وبنعمل عمليه ضبط للصيدليات المخالفه اللي بتتجر في الاراضي المخدره. شكرا جزيلا للواء احمد الخولي، مدير الاداره العامه لمكافحه المخدرات بوزاره الداخليه. محكمه جنايات القاهره المنعقده في محكمه عابدين قررت في اولى جلسات محاكمه رشيد محمد رشيد وزير التجاره والصناعه الاسبق ونجلته بتهمه الكسب غير المشروع وتضخم ثروته، قررت له السجن 15 سنه مناصفه لكل منهما، يعني لرشيد ولبنته، وغرامه قدرها 522 مليون جنيه. كما قرر المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمه جنايات القاهره اللي بتباشر اعاده محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم والمعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، إبلاغ المستشار هشام بركات النائب العام ضد مختلف الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة اللي قامت بنشر أقوال الشهود في تلك القضية خلال الجلسات السرية اللي كانت المحكمة سبق وقررت حظر النشر فيها، وده بالمخالفة للقانون وللتعليمات المشددة الصادرة عن المحكمة بهذا الشأن. طلب رئيس المحكمة من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل وسائل الإعلام اللي قامت بالنشر، وأهاب المستشار محمود الرشيدي بالصحف ووسائل الإعلام الالتزام التام بالصمت وعدم تناول أي وقائع تتعلق بتلك القضية خلال فترة المدولة القانونية الراهنة ولحين صدور الحكم المقرر أن يصدر فيها في جلسة 27 سبتمبر المقبل. قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، قررت السجن المشدد 10 سنوات لمهندس الاتصالات الأردني بشار أبو اليزيد بتهمة التخابر مع دولة إسرائيل، كما قضت بالحكم غيابيا بالمؤبد على آخر ومصادرة المضبوطات. افتتاح جراج التحرير ودخوله الخدمة الفعلية للتشغيل خلال شهر أكتوبر المقبل، ده زي ما أعلن جلال السعيد محافظ القاهرة، وده هيعد نقطة فارقة في تاريخ منطقة وسط العاصمة لما سيحققه من ضبط مروري وحل نهائي ومتحضر لمشكلة الانتظار الغلط. يتزامن مع افتتاح جراج التحرير تطوير شامل لميدان التحرير وإعادة تخطيط مروري لمداخل ومخارج الشوارع
الشوارع المحيطة به، مع إعادة تجميل وتأهيل ودهان واجهات العقارات المطلة عليه ذات الطابع المعماري المتميز، وكمان مبنى مجمع التحرير. تعالوا نشوف تفاصيل أكثر في هذا التقرير. هنا في قلب ميدان التحرير وعلى بعد 4 طوابق من سطح الأرض، قد يكمن الحل المنتظر لعشرات من السنوات بإنشاء جراج التحرير الذي يعول عليه في التخفيف من حدة زحام المرور في وسط المدينة. فالجراج الذي تأخر افتتاحه عدة مرات منذ قرار إنشائه في أواخر التسعينات، توقف العمل به منذ عام 2003، ولم يبدأ التنفيذ الفعلي إلا عام 2009. عدم تنفيذ المشروع طبقا للمعدلات المخططة نتيجة تعثرات مالية، وفي نفس الوقت تعديل في نوع النشاط، لأن كان النشاط الأول باركينج وتجاري إداري، نتحسب من 13/8/2013. العمل كان شغال على قدم وساق 3 فترات، كل فترة 8 ساعات. بالإضافة برضو احنا هنقول من 2011 ل 2013 كان في الآثار المترتبة على 25 يناير وتأثيرتها. ووسط الكردون المقام منذ 5 سنوات واللوادر الحديدية والأتربة، يظهر العشرات من العمال المشاركين في هذا المشروع يعملون في كد واجتهاد كخلية نحل لإنجاز المتبقي من المشروع في وقت قياسي. أنا سعيد جدا أنا اشتغلت في مشروع زي ده من بدايته، الحمد لله رب العالمين. جيت المشروع ده كان لسه عبارة عن قطعة أرض مسطحة، والحمد لله رب العالمين زي ما انت شايف حضرتك كده عملنا 4 طوابق تحت الارض. بنشتغل 24 ساعه في اليوم زي المقاتل على الجبهه. هو في جند على الجبهه وفي جند في مصر هنا، احنا جنود التعمير. في الحقيقه احنا مضغوطين جدا في الشغل اليومين دول، وبنشتغل ورديتين 12 ساعه و12 ساعه. والله المشروع ده مشروع جميل جدا لانه هيحل ازمه كبيره قوي في البلد. اما اصحاب السيارات المتضرر الأكبر من الزحام المروري، أشادوا بخطوة افتتاح الجراج المقرر لها أن تتم في 6 أكتوبر القادم. أكيد مشروع هيبقى ناجح جدا طبعا، وهيفتح مجال لأن الطريق يبقى واسع، يعني كل العربيات اللي واقفة صف تاني وصف تالت اللي احنا شايفينها عند الجامعة دي كلها كده تبقى في مجال واسع، وهيوسع الشارع وهيبقى في مجالات سهل. جميل طبعا وحلو قوي قوي، وبعدين امان للعربيه وامان للسواق وامان للطريق نفسه. بس اجي اعمل اي مصلحه اخش اقف في الجراج ادفع 5 جنيه و10 جنيه و20 جنيه للدوله احسن ما ادفع 200 جنيه في مخالفه عربيه. وينقسم جراج التحرير الى قسمين، الاول مكون من دورين تحت الارض مخصصين للاوتوبيسات السياحيه بقدرات استيعابيه تبلغ 24 اوتوبيسا، وجراجا آخر يسع حوالي 150 سيارة. أما القسم الثاني يتكون من 4 طوابق تحت الأرض ويستوعب 1700 سيارة. أكثر من 11 عاما هي عمر هذا المشروع الذي صدرت وعود بافتتاحه ولم تنفذ، لينتظر مصيرا بوعد آخر بالافتتاح خلال 40 يوما من الآن. هالة أنزيل، الحياة اليوم. النهاردة لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدمت بطلب للنائب العام هاني بركات، طلبت فيه بنتائج التحقيقات فيما يسمى بقضايا فساد مبارك ونظامه، واللي تقدم بها شخصيات عامة ومواطنين منذ قيام ثورة يناير لغاية دلوقتي. اللجنة أصدرت بيان النهاردة قالت فيه أن بعض القضايا الهامة لم يتم الفصل فيها حتى الآن، كما لم يتم الكشف عن نتائج التحقيق فيها، على رأسها قضية بيع عمر أفندي اللي خلت عملية بيعها بالدستور، وقال البيان أنه يجب معاقبة المسؤولين عنها. شاركت عدة حركات في هذه مع لجنة الحريات اليوم في تقديم مطالبها للنائب العام، منها حركة تمرد وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعي المصري. معنا على التليفون الأستاذ حسن سليمان مقرر لجنة الحريات بالنقابة. مساء الخير أستاذ حسن. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء النور أستاذ حسن. يعني وإحنا بنتكلم عن هذا الإجراء، عن هذا التحرك، عن هذه الخطوة اللي أنتوا تقدمتوا بها، لازم نتساءل هل هي قانونية؟ هي بس كما أوضحت حضرتك هو ليس بلاغ، هو طلب كان بشأن عدة بلاغات كان تم تقديمها. إحنا قلنا طلب مش بلاغ، طلب عقب ثورة يناير وإلى الآن، وحتى الآن لم يتم موافتنا بنتائج تلك التحقيقات أو إلى أي مستوى وصلت. وكان الطلب الذي قدم اليوم مطالبة للنائب العام بأن يوافينا بهذه التحقيقات وماذا تم فيها، وهو طلب قانوني 100%. كانت لجنة الحريات بالإضافة
بالاضافه الى حركات وطنيه اخرى مثل حركه كفايه والجمعيه الوطنيه للتغيير وحركه تمرد والمجلس الوطني كانوا قد شاركونا في تقديم الطلب، وهو طلب قانوني 100% لانه من حقنا ان يتم موافاتنا بما تم في التحقيقات التي بما تم في البلاغات التي تقدمنا بها نحن. فنحن اصحاب صفه رئيسيه في هذا الطلب بموافاتنا بما تم في التحقيقات ملكنا. يعني الكره الان في ملعب النائب العام؟ بالفعل الكرة الآن في ملعب النائب العام، وعليها أن يستجيب للطلب، إما أن يوافينا بأنه تم حفظ هذه البلاغات أو أن هذه البلاغات وصلت فيها مرحلة التحقيقات إلى مرحلة ما، حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات المناسبة في القرار الذي وصلت إليه النيابة العامة بشأن هذه البلاغات. إيه الإجراءات المناسبة تقصد بيها يا أستاذ حسن؟ بمعنى أنه لو مثلا تم حفظ هذه البلاغات يتسنى لنا الطعن على هذا القرار بالتظلم على قرار الحفظ، أو أنها إن وصلت إلى درجة معينة يجوز لنا أن ندعي مدنيا في تلك البلاغات بحيث يكون لنا صفة، بالإضافة أننا المبلغين صفة أيضا في الحضور في تلك التحقيقات، حتى يتمكن النائب العام من التحقيق من المشكوك حقهم وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هو وجميع أركان نظامه أركان نظامه الذين تسببوا في ذلك الفساد المالي، وبالأخص قضية الخصخصة التي أضرت باقتصاد المصري ضررا بالغا. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حسن سليمان مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين. زي ما كتير من حضراتكم عرفوا، امبارح انتقل إلى الرفيق الأعلى الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم، أحد أهم وأشهر الشعراء العرب المعاصرين اللي ارتبط اسمهم بشعر الثورة والمقاومة. توفي القاسم بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ورحل صاحب الكلمات الخالدة والقصيدة الرائعة اللي كان بيقول فيها: منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي. مشى سميح القاسم، لكن تبقى القضية الفلسطينية مشتعلة على الدوام، رغم أنها أصبحت يتيمة من شعرائها إثر فقدانها لتوأمها الثاني بعد محمود درويش. تعالوا نشوف تقرير عن الشاعر الفلسطيني الكبير الراحل سميح القاسم. العالم العربي ويجمعنا العالم الأجنبي، ونبقى أجانب في العالمين. لم يجد في المكان مكانا فمضى، وهو الذي تغنى دائما بالصمود. يرحل الآن عن عالمنا الشاعر سميح القاسم، أحد أهم وأشهر الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والمقاومة، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الكبد. سميح القاسم المولود في 11 من مايو عام 1939 بمدينة الزرقاء الأردنية، هو من تعلم في مدارس الرامة والناصرة شمال فلسطين قبل أن يسافر إلى الاتحاد السوفيتي أنذاك ليدرس لمدة عام واحد الفلسفة والاقتصاد واللغة الروسية، لينصرف بعدها إلى نشاطه السياسي في الحزب الشيوعي، ثم يتفرغ نهائيا لعمله الأدبي. منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي. شاعر المقاومة منتصب القامة الذي تحمله الآن الأكتاف إلى مثواه الأخير، هو من تغنى بشعره الثوري الكثير في كامل الوطن العربي، منها قصيدته التي غناها مرسيل خليفة ويغنيها كل أطفال فلسطين منتصب القامة، لتظل كلمات أشعار سميح القاسم كطلقات الرصاص في وجه الاحتلال الإسرائيلي. لبيروت وجهان، وجه لحيفا، ونحن صديقان سجنا ومنفى. 75 عاما قضاها القاسم ما بين اعتقال أو نضال، وأخيرا المرض. فصاحب جداريات الصمود وأمين سر شعر المقاومة الفلسطينية ورفيق درب شعر العربية الأكبر محمود درويش، كان أول شاب درزي يتمرد على قانون التجنيد الإلزامي الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلية على الطائفة الدرزية التي ينتمي إليها، وهو أيضا من اعتقل عدة مرات وفرضت عليه الإقامة الجبرية من قوات الاحتلال بسبب مواقفه الوطنية
الوطنية والقومية. سميح القاسم الذي صدر له أكثر من 70 كتابا في الشعر والقصة والأدب هو أيضا من حصل على العديد من الجوائز والدروع وشهادات التقدير، حيث نال جائزة غار الشعر من أسبانيا، كما حصل مرتين على وسام القدس للثقافة من الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما حصل على جائزة نجيب محفوظ من مصر. وفي ظل هذا الموت القاسي وفي ظل هذا العدوان الممنهج على غزة، لا يسعنا إلا قول رحم الله شاعر المقاومة الفلسطينية والوطن العربي سميح القاسم. إسراء حامد، الحياة اليوم. رحم الله شاعرنا الكبير العربي الأصيل سميح القاسم. زي ما بدأنا مع حضراتكم النهاردة الحلقة عن موضوع الحريق الهائل اللي شب النهاردة في مصنع للبويات في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، وزي ما تكلمنا مع المحافظ الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، دلوقتي بنتابع مع حضراتكم مباشرة صور جيالنا دلوقتي من هناك مباشرة على الهواء من مكان المصنع، حيث رجال الحماية المدنية والإطفاء بيوصلوا عملية تبريد، العملية المتبعة بعد عملية الإطفاء التبريد لأثار هذا المصنع. زي ما قال لنا المحافظ الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة إنه لغاية الآن لم تعرف أسباب هذا الحريق اللي شب النهاردة، لكن طبعا يعني لو تكلمنا عن الخسائر زي ما قال لنا المحافظ الخسائر كانت مادية، دمر المصنع بالكامل، والمصنع زي ما قلنا لحضراتكم مبني على مساحة 2000 متر، لكن ولله الحمد ما كانش فيه أي وفيات أو أي إصابات لا داخل المصنع، يعني من عمال المصنع أو اللي كانوا متواجدين فيه، ولا من رجال الحماية المدنية. بكرر وأقول إن هذه الصور تأتينا مباشرة من 6 أكتوبر من مكان المصنع. هنطلع فاصل دلوقتي، بعد الفاصل بإذن الله هنفتح ملف أزمة الأزمات، أزمة الكهرباء، تابعونا بعد الفاصل بإذن الله. برحب بحضراتكم من جديد في الحياة اليوم. المشهد كادر واسع من مكان مرتفع ومظلم، ونقط إنارة بسيطة مصدرها شقق يعني قدر أصحابها يشتروا مولدات كهرباء أو يستعينوا بكشاف. التعليق تحت الصورة اللي أنا وصفتها لحضرتكم مكتوب عليه أو مكتوب فيه مصر منورة بأهلها. ده كان المنشط الرئيسي لجريدة المصري اليوم امبارح، صورة عبرت بدون شك على إنه الوضع في مصر يعني محزن، في نفس الوقت لأنها بتعبر عن الحالة اللي عايشينها المصريين في الوقت الحالي، حالة أزمة خانقة في الكهرباء. لكن هذه الأزمة بيقابلها اهتمام رئاسي، اجتماعات موسعة مع المسؤولين كان آخرها النهاردة الظهر زي ما قلنا لحضراتكم، مع مجموعة من الوزراء المعنيين بحل الأزمة، منها وزير الكهرباء ووزير البترول مع رئيس الوزراء. ده كمان مش بس عشان حل الأزمة، يعني عايزين نطلع لقدام شوية، عايزين نقضي عليها في المستقبل، بس يا رب نحلها الأول. لحد ده ما يحصل لازم يكون زي ما قلنا لحضراتكم يكون في حل. المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قال النهاردة إنه في خطة عاجلة وفي جدول زمني وفي مصارحة للمواطنين بسبب هذه الأزمة. هل هو السبب نقص وقود أم لا؟ هل هو السبب الناس اللي يعني بتقوم الإرهابيين اللي بيقوموا بحرق محولات الكهرباء وأبراج الضغط العالي؟ هل السبب إنه الناس في البيوت بتشغل أجهزة التكييف، بتسيب اللمض ولعة؟ يعني أسباب كتيرة، وإذا عرف السبب رجعت الكهرباء. النهاردة معنا يعني ضيوف هيشاركوني في الفقرة الأولى، معنا الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا وخبير الطاقة والبيئة وتغير المناخ. مساء الخير يا دكتور ماهر. مساء النور. بسم الله ما شاء الله، أنت جايب يعني حاجات كتير جدا معاك، يعني جايب لنا الخطة كلها؟ لا يعني ده مجرد كده نوتس. طيب نوتس بسيطة جدا. يعني ومعنا مدام منال أبو سنة ربة منزل. مساء الخير مدام منال. أهلا بحضراتكم. أنا هبدأ معاكي، إيه أخبار الكهرباء عندك؟ والله الكهرباء عندنا يعني خلاص احنا تعايشنا على ان في انقطاع تام للكهرباء.
تماما. بعد ما كانت مرة واثنين بقت دلوقتي بتزيد عن ست مرات. ست مرات يبقى لازم أسألك أنت فين ساكنة؟ أنا ساكنة في الحسين. في الحسين، منطقة الحسين اللي المفروض تبقى مؤهلة بالكهرباء، منطقة سياحية، منطقة مزارات، منطقة تجارية، بقت المنطقة شعبية وسياحية وسياحية. ما أنا بقول لحضرتك مزارات وسياحة، وشارع المعز اللي اتصرف عليه آلاف وملايين من يتقطع فيه الكهرباء بشكل يتقطع فيه الكهرباء، يعني دي في نتيجة مستمر. تعطل للسياحة، تعطل للتجارة. يعني احنا مش طب بصراحة كده، بصراحة يعني أسألك، بتستخدم الكهرباء ازاي في البيت؟ يعني مثلا عندك أجهزة تكييف؟ لا أنا ما عنديش أجهزة تكييف. طيب إيه اللي بيبقى يعني مثلا؟ أنا عندي مراوح، مراوح مراوح تلاجة. أنا عندي تلاجتي باظت من الكهرباء، وتلفزيوني اتحرق من الكهرباء، من تعدد الانقطاع. في المرة الواحدة بينقطع التيار كم وقت يعني؟ دلوقتي كم كان ساعة؟ الأول بينقطع ساعة، دلوقتي بيزيد بقى ساعة ونص. كان المرة الواحدة، في المرة الواحدة، وحضرتك بتقولي بتوصل ست مرات. ست مرات بقت دلوقتي بتتعدى ست مرات. طب بتعملي ايه بقى؟ ما احنا ما بقيناش عارفين نعمل حاجة، يعني يا دوبك يعني مثلا ايه، ومش عارفين المواعيد. يعني لو هم مثلا زي ما كان الاول كان بنقطع المية، كانت شركة او المسؤولين عن المية يدونا اعلان ان المية تنقطع في 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 المكان دون ساعة، من ساعة كذا لساعة، كنا بنعرف. ده ما بيحصلش دلوقتي، بقى عندنا انقطاع مية وانقطاع كهرباء. طيب الكهرباء لما بتقطع المواتير مش هتشتغل، مفيش. دكتور ماهر، موضوع انقطاع الكهرباء طبعا أزمة الأزمات. يعني خلينا أسألك الأول، أنت بتقطع عندك الكهرباء كم مرة في اليوم؟ أنا ساكن في أرض الجولف، وهي بتقطع ثلاث مرات، كل مرة تتراوح كل مرة من ساعة إلى ساعتين. أنا لسه جاي، وقبل ما أجي كان الانقطاع ساعتين كاملتين. فأيضا معدل الانقطاعات، يعني في عدل في انقطاع التيار. الحقيقة أنا دايما أناشد في الأحاديث التلفزيونية قطاع الكهرباء والسادة المسؤولين في شركات التوزيع، أناشدهم أن يكون الانقطاعات أن تكون الانقطاعات موزعة بالعدل. وده شيء الغرم إذا كان علينا جميعا فالمساواة في هذا الغرم عدل كبير. طب في ناس بيقولوا أنه ما فيش عدل، أنه في مناطق فيها يعني قيادات كبيرة في الدولة ما بتقطعش عندهم الكهرباء. أنا أقول لسيادتك، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه اهتم بذلك في تصريحات اليوم التي استمعنا إليها، إن سيادته اهتم بنفسه أن يؤكد على أن تكون الانقطاعات بالعدل. إذا انقطعت عندي أنا ثلاث مرات يبقى في الحسين ما تزيدش عن ثلاث مرات، إذا انقطعت ست مرات في الحسين يبقى تنقطع عندي ست مرات. العدل واجب جدا في هذا، وانا بعتقد ان توجيهات السيد الرئيس النهارده كفيله تماما بان تجعل. طب ليه ما كانش في عدل؟ ليه مش في عدل لغايه دلوقتي؟ لا، هي المساله مش حكايه ما فيش عدل، هي خريطه انقطاعات بتبقى في زي ما معالي وزير الكهرباء صرح سابقا، في حوالي 800 قسمت الجمهوريه الى 800 قسم تقريبا، ويتم تبديل الانقطاعات من قسم لقسم بما يوازي حجم الخفض في التوليد أو العجز في التوليد. فأنت عندك العجز ده في الحدود الطبيعية من 2000 ل 3500 ميجا، لما تيجي أحداث إرهابية زي اللي واجهناه بتتضاعف وتوصل ل 6000 ميجا أو أكثر. إذن في عامل مضاف غير يعني الانقطاعات العادية، الوزارة قادرة أنها تتعامل معها، وبتبقى معظم الانقطاعات في حدود الثلاث مرات على كل أنحاء الجمهورية. أنا أقصد أقول أن في بعض الأحيان في ضغوط بتتم على الشبكة ككل، وبالتالي هناك اللي بيقطع الكهرباء ويوصلها بيبقى في مشكلة حقيقية. يقطع هنا ويعمل إيه؟ يعمل إيه ويوزع إزاي؟ يعني في غياب لاستراتيجية التعامل مع الأزمة. لا، الاستراتيجية موجودة، ولكن أقصد أقول كثافة الانقطاعات ناتجة من حرج، أن الموقف لما يتحرك جداً في نقص شديد في التوليد نتيجة مثلا إضافة أعباء بسبب الأحداث الإرهابية، ممكن يحصل نوع من يعني عايز أقول لك نوع من الإدارة الحرجة اللي ما تاخدش بالها من إن الانقطاعات لازم نحافظ برضو على إنها تكون بالتساوي، حاجات بالشكل. ولكن التنبيهات اللي قالها سيادة الرئيس النهاردة كفيلة بإن الوزارة بتعدل في خطة الانقطاعات بحيث
تحقق هذه المساواة. المساواة والعدل في مسألة الانقطاع بالتأكيد. طيب ده هيجرنا للسؤال، هنفضل عايشين في الحالة دي لإمتى؟ أنا أقول لحضرتك حتى بغض النظر عن التصريحات المبشرة بالخير التي استمعنا إليها اليوم، الظروف كلها بتقول إن كل يوم قادم سيكون أفضل من كل يوم مضى. أقول لحضرتك مثلا واضح إن إحنا في اتجاه ستنكسر فيه الحرارة، درجة الحرارة طول ما احنا ماشيين، يعني يمكن ده فيه ده الأرصاد بيقول يا دكتور يوم الجمعة هيبقى يوم فظيع في الحرارة، يمكن فيه ثلاث أيام جاية الجمعة والسبت والحد يمكن ثلاث أيام جاية موجة يعني استثنائية، لكن انت خلاص بتنهي أغسطس وداخل على سبتمبر. فالوحدات الغازية بطبيعتها بتفقد حوالي 15% من قدرات التوليد لما بتزيد درجة الحرارة، فأنت هتسترد على الأقل في الأيام القادمة 15% عجز في توليد الغازيات، بيحصل طبيعي لأنها تكنولوجي تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة. عندك كمان نقطة تانية، كلما تنكسر درجة الحرارة احنا عندنا حوالي 8 مليون جهاز تكييف في مصر بتستهلك، لما نصها يقف عن التشغيل بتوفر 2000 ميجا 2000 ميجا بحالها. فمع انكسار درجة 8 مليون جهاز تكييف حوالي من 7 ل 8 مليون، فمع انكسار درجة الحرارة نص التكييفات دي ممكن طبيعي هيتوقف عن التشغيل، وبالتالي عندك حوالي 2000 ميجا تقدر تستردها خلال الشهر ونص اللي جايين ات ماكسيمم. تمام. طيب انا بس انا هرجع لحضرتك في النقطه دي تحديدا فضل. لكن خليني برضو اتحول لمدام امال مدام منال سوري مدام منال، يعني بسبب انقطاعات الكهرباء مش هسالك عن اسرتك لكن الاسر المجاوره، هل بتحصل مشاكل؟ اكيد طبعا. ايه نوع المشاكل اللي بقى في يعني درجة الحرارة، احنا في شهر شهر اغسطس ودرجة الحرارة عالية، لما بتنقطع الكهرباء ساعة ونص يعني اكيد يعني الواحد ما بيستحملش الحرارة. طب بتعملوا ايه؟ مراوح. بتعملوا ايه؟ احنا ما بدناش حاجة، ما بنقدرش نعمل حاجة، احنا بنقعد نتعايش مع الضلمة. طب هنقدر نعمل ايه؟ طيب الضلمه، لكن في حاجات تانية مثلا يعني الاكل الطبيخ، كل ده بيتعطل بقى. كل ده حتى الكشاف لما بنحاول نستخدم الكشاف، كشاف ما بيلحقش يشحن علشان خاطر وقت بسيط، يعني لما يكون 6 مرات تقطع النور فيه يلحق الكشاف يشحن امتى؟ بثلاث ساعات او ساعتين. كشاف كبير عندك؟ كشاف كبير ما بيلحقش ما بيكملش عشان نولعه. طيب يعني كان في مثلا ناس بيقولوا ان في زياده في اسعار فواتير الكهرباء، يعني بتتعاملوا مع المساله دي ازاي؟ يعني هل مثلا لما المحصل بيجي لك بفاتوره كهرباء مرتفعه وانت ما عندكيش اصلا كهرباء بتعملي ايه؟ يعني انا انت عارف حضرتك الظروف اللي البلد فيها والاسعار الزياده، يعني مش عارفه ازاي منظومه ان الكهرباء ان اسعار الكهرباء تزيد والكهرباء بتقطع، يعني ازاي ندخلها في بعض؟ ازاي نحطهم قصاد بعض؟ والله ده سؤال كويس للدكتور ماهر. مره ثانيه يعني الكهرباء بتقطع بس في زياده في اسعار الكهرباء، او بمعنى صح الفواتير بتيجي عاليه شويه. هو الحقيقه الزياده دي كانت يعني اذا ماست اقصد واجبه من زمان. احنا كان عندنا اضطراب شديد في هيكليه التسعير، واخد بال سيادتك، فتشويه التسعير ده أدى إلى مشكلات كثيرة، منها بعض المشكلات اللي بنواجهها النهاردة. فأنت جزء من الحل كان يجب تمسك كده مشرط طبيب وتقطع حل جراحي، يعني حل جراحي مستحيل العلاج بالصدمات تتوقف عنه. أنت عندك عجز، عندك دعم رهيب وصل إلى حوالي 152 مليار جنيه في السنة لقطاع الطاقة، بس منها حوالي 38 مليار للكهرباء. انت عارف حضرتك لما زادت بس الأسعار اتحركت الحركة البسيطة دي، النهاردة حجم الدعم قل من 38 مليار إلى 27 مليار النهاردة، وحسب ما أعلنت وزارة الكهرباء إن الزيادات اللي هتتم خلال الخمس سنين اللي جاية على آخر
على آخر سنة، سنة الرابعة هيبقى حجم الدعم 4.4 مليار، السنة الخامسة هينتهي. على فكرة احنا بنتكلم عن التكييفات اللي عندنا، التكييف في الاستوديو يعني ايه قفلوه يظهر، لأن عشان كده أنا عرقان، فمش عارف ده تأثرا بكلام حضرتك ولا بسبب تاني. لا احنا بنقول الترشيد مش معناه انه يلغي الخدمة. لا، اللي عنده 5 تكييفات يعني يشغل 2، اللي عنده 2 يشغل 1، وبالتالي بدل 8 مليون يشتغلوا يبقى 4 مليون، فنوفر للشبكة 2000 ميجا. ده قصدي، إنما يلغي الخدمة تماما لا، ده مش مطلوب. طيب يا رب يسمعوك عندنا في الكنترول. أرجع تاني لمسألة زيادة في الأسعار، هي اتحركت حركة تقريبا بنسبة 30%، من 30 إلى 40%، ده كان مطلوب، كان هيحصل كارثة لقطاع الطاقة لو لم تتم هذه الزيادات، وهتتابع خلال الـ5 سنوات القادمة، ده منعا للوقوع في كارثة كنا مقبلين عليها حتما. تمام، والكلام موجه ليكي مدام منال، هل المواطن في ظل هذه الأزمة مستعد أنه يصبر مع الحكومة؟ وعنده استعداد أنه يصبر، بس ما حضرتك دلوقتي في زيادة وأنا ما عنديش كهرباء، أدفع إزاي؟ يعني أوزنها إزاي؟ أنا ما استخدمتش كهرباء وانت بتطالبني ان باسعار الكهرباء تزيد، طب على اي اساس؟ ما يعني في الوقت اللي فيه انقطاعات الكهرباء مستحيل نتكلم عن زيادات. اسمح لي. اتفضلي. احنا هنا مش هنحاسب، الفاتوره مش بتحاسبني على كهرباء ما خدتهاش، انقطعت 6 ساعات هتحاسبني على الاستهلاك. فيعني اقصد اقول طرح القضيه بالشكل ده غير صحيح، لأن كل اللي بينقطع ما باخدوش، ما بستهلكوش، فسواء زادت الفاتورة أو ما زادتش، هي الفاتورة لا تحاسبني إلا على بس استهلاك فقط يعني. فقط. طيب ما يعني مفيش يعني مشكلة. لا مشكلة إزاي يعني عايش في الضلمة وعشان لا ما هو الدكتور ماهر بيقول لحضرتك إن الفاتورة يعني مثلا قطعت الكهرباء عندك النهاردة مثلا 6 ساعات. أنا فاهمة حضرتك، مش هيحاسبك على 6 ساعات. ما أنا عارفة إنه مش هيحاسبني على الساعات اللي متنقطع. أنا بتكلم عن زيادة الكهرباء نفسها. أنا أتكلم عن زيادة الكهرباء في الوقت اللي نكون فيه خلاص الأوضاع مستقرة وإن نقدر نزود ونقدر. طب ما الأوضاع مش هتستقر بالسياسات اللي فاتت بتاعت السنين الـ30 اللي فاتت، يعني مسألة الدعم دي دلوقتي أو زيادة أو خفض قيمة الدعم كان حل ضروري زي ما بيقول الدكتور، جزء من الحلول. الزيادة دي جزء من حل، واخد بال سيادتك، كان حتمي، وإلا كانت الكارثة ستتعاظم جدا، أو يعني إحنا في أزمة كانت ستنتقل من الأزمة إلى الكارثة. أنا ممكن أستحملها لما تنقطع ساعة أو ساعتين، لكن إنها تنقطع 6 يعني بتجيني دي هتتعالج بقى، انقطاعات حاجة تانية بالظبط كده هتتعالج. يعني إحنا دلوقتي إحنا بنطالب الحكومة، يعني كانت الأول بتنقطع ساعة أو ساعتين، طب أنتوا سبتونا دلوقتي لغاية لما بتنقطع 6 مرات. طيب خلينا نتفائل، و وفي اماكن ثانيه حضرتك ما بتنقطعش فيها تماما، يعني انا اعرف ده اللي احنا اتكلمنا فيه في البدايه، ما بتنقطعش عندهم الكهرباء تماما. المانيا في قصر العيني، المانيا في قصر العيني، قصر العيني فين؟ احنا قلنا في اماكن استراتيجيه لا يمكن تنقطع عنها الكهرباء، فيها حضانات اطفال، فيها حياه، فيها ارواح تموت لو قطعت الكهرباء، اقسام شرطه كمان، في استخدامات حرجه استراتيجيه لا تنقطع عنها الكهرباء ابدا. واخد بالك من الكلام اللي تقصده مدام منال؟ مش القياس عليها. مساله انها ما بتنقطعش في بيوت او في احياء بيسكنها كبار. لا دي تحدثنا فيها وقلنا ان الانقطاعات بالعدل ساتوفي، وحتى الرئيس النهارده قال يعني لازم يكون في عدل في انقطاعات الكهرباء. سياده الرئيس بنفسه ولها اهتمامه، يعني طاوعه عن بيتي تمام، ولها طيب. اهتمامه بنفسه. احنا يعني سمعنا صوت الشارع ممثلا في كلام مدام منال أبو سنة ربة منزل من حي الحسين. أنا بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل إن شاء الله مكملين مع الدكتور ماهر أبعاد والحلول المطروحة لأزمة انقطاع الكهرباء، الأزمة التي تؤرق غالبية المصريين. نشوفكم بعد الفاصل بإذن الله. برحب
بحضراتكم مرة ثانية في الحياة اليوم، وبنستكمل نقاشنا حول أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في مصر، أزمة الأزمات. برحب في البداية بالأستاذ رضا عامر، عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر وصاحب أحد المصانع في 6 أكتوبر اللي انضم لنا. مساء الخير أستاذ رضا. مساء النور يا فندم. وأكرر ترحابي بالدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا وخبير الطاقة والبيئة وتغير المناخ. أهلا بك أستاذ رضا. إزاي تأثرت بأزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصنعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أثرت ولا لا؟ أكيد. يعني طبعا هي أكتر من مرة بتقطع، بتأثر على المنتج. الحاجة التانية أن لما بترجع الكهرباء ما بترجعش منتظمة، فأكيد بتأثر على المواتير اللي موجودة، يعني ليها تأثير بالغ الحقيقة يعني. لكن إزاي بتتكيف مع هذه الأزمة أو إزاي بتتعامل معها؟ يعني مضطرين ان احنا اتعودنا على كده شوية، لكن الحاجة برضو المريحة لينا ان احنا عندنا النقل، يعني برضو بيعطلنا النقل. بمعنى يعني اذا كانت الكهرباء الى حد كبير مؤثرة على الصناعة او مؤثرة على المناخ بشكل عام، لكن الحقيقة الظاهر والواضح انه محطات البنزين الحمد لله مش متأثرة، ودي برضو بتمشي الحال وبتمشي البلد. فيعني حاجة شايلة حاجة ان محطات البنزين او الوقود متوفر حاليا، ويا رب يفضل متوفر على طول. الطاقة بقى يعني ليها حاجات كتير نتكلم فيها ان شاء الله يعني. تمام دكتور ماهر، يعني في بعض الصحف نشرت انه من اسباب انقطاع التيار الكهربائي في شحنات مازوت غير مطابق للمواصفات تم ضخها لمحطات الكهرباء، وانها برضو من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي. انا لم اسمع ابدا عن شحنات وقود غير مطابق. انا بعتقد اولا في كل محطة كهرباء معمل للاختبارات، بيختبر الوقود اللي داخل ويتأكد من صلاحيته ومن مطابقته للمواصفات. فأنا ما أعتقدش إن ده بيحصل في المحطات. طيب خلينا نشير إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا دلوقتي. مجلس الوزراء بيوافق على تعديل قانون العقوبات الخاص بإتلاف وتخريب محطات الكهرباء. يعني زي ما احنا شايفين يا دكتور ماهر، إنه يعني الدولة بتحاول إنها تحاصر إنجاز التعبير هذه الأزمة من كل النواحي. في كلام كتير اتقال عن انه عمليات التخريب والاعتداءات على ابراج الضغط العالي في الكهرباء اثرت جدا على الموضوع ده. هل كان في مبالغه في الموضوع ده؟ لا يا فندم، ما كانش في مبالغه ابدا. اذا كانت الانقطاعات في الاحوال العاديه حجمها اكس، فالارهاب ضربها في 3 خلاها 3 اكس. يعني اذا كان 2000 3000 بقوا 6000. وبالتالي برضو انا عايز اطمن الساده المشاهدين ان جزء من التحسينات هيحصل مش بس انكسار درجه الحراره اللي اتكلمت عنه، ولكن ايضا اصلاح الاعطاب التي تمت بسبب الارهاب. الاصلاحات بتتوالى، بالتالي الاعطاب المترتبه عليها بتنتهي. احنا الارهاب اصاب الشبكه بعطب رهيب، وانا بس عايز في النقطه دي انوه الى ان الارهاب بيتضمن المحرض والمخطط والممول والمنفذ. للاسف القانون الجنائي لا يتعامل إلا مع المنفذ، وسايب أخطر 3 في السلسلة. ولذلك أنا أناشد الدولة إن قانون الإرهاب أو محاصرة الإرهاب أو مكافحته يصدر سريعا لكي يتعامل مع كل أطراف السلسلة. أما القانون الجنائي ده احنا بنستنى لما يعمل الجريمة وبعدين نبتدي نحاسبه بالقانون الجنائي، وده شيء لا يجوز أبدا في حرب. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مصر في حالة حرب، مصر في حالة، لا يمكن الحرب دي أدخلها بالقانون الجنائي، لا يمكن. وقال كمان لابد أن تنتصر فيها. ولابد أن تنتصر فيها. طيب. وهو ده بالضبط. وهذا النصر إن شاء الله يجب أن يكون نصرا مبينا، ولن يكون مبينا إلا إذا تعاملت مع أطراف السلسلة كلها. تمام أستاذ رضا، يعني عاوز أسألك عن أفاق حل هذه المشكلة من وجهة نظرك. هو ده الحقيقه يعني. انت كراجل مستثمر يعني. موضوع مهم ان احنا نتكلم فيه. في مناطق صناعيه مجمعه كتير من المصانع، زي اكتوبر، زي العاشر، زي كثير من المصانع، الاماكن او المناطق الصناعيه اللي موجوده في مصر. هل في حلول وفرصه ان الدكتور معانا في حلول ان احنا المناطق ديت نقدر نعمل لها محطات تكفي لمنطقه صناعيه مثلا باكملها؟ لانه في وجهه نظري يعني سمعنا الحقيقه خبر صار من كام يوم كده ان في السعوديه داخله بتمويل محطه كهرباء للطاقه الشمسيه بحوالي 5 مليار دولار.
هل دي هتبقى في مكان واحد وبعدين ناخد بقى الشبكات نمدها منه للأماكن، ولا الأوفر أو الأسرع والأفضل؟ إن هو ده مطلوب، يعني مطلوب إن احنا نعمل محطات كبيرة، لكن اللي أنا بتكلم عليه هل في إمكانية لمحطات تكفي مناطق، يعني منطقة صناعية في 6 أكتوبر، منطقة صناعية في العاشر، منطقة في السادات، كل هذه المناطق هل ينفع تتغطى بمحطات أقل من المحطات الكبيرة اللي بنتكلم بيها على سكيل كبير بالنسبة لمصر كلها؟ هل في محطات كده لمناطق؟ أنا أقول لسيادتك، حضرتك بتحصل على مصر تتمتع بشبكة كهربية بنسميها الشبكة القومية الموحدة تغطي معظم أنحاء الجمهورية. هذه الشبكة تعتبر من أعظم الشبكات في أفريقيا كلها. لو ولت في أسوان وتترمي على الشبكة توصلك في 6 أكتوبر، أنت ما عندكش مشكلة خالص إن المحطة الشمسية تتعمل في أسوان أو في كومومبو أو في الساحل الشمالي، على اعتبار إن الشبكة ما عندكش مشكلة على اعتبار إن الشبكة هي الفكرة بس إن الطاقة الشمسية إن شاء الله عندنا أمل وطموح بالغ إنها تتزايد بسرعة في الفترة القادمة، لكن لأن الطاقة الشمسية لن تعمل المحطات إلا في وقت سطوع الشمس اللي هو 9 ساعات أو 10 ساعة أو 12 ساعة ماكسيمم، من 7 صباحا للساعة 5-6 مساء، فأنت دي طاقة متقطعة وأيضا مترجحة لأنها تبتدي بسيطة في مطلع النهار تزيد عند الساعة 12 وتقل خالص عشان توصل تاني للزيرو عند أو قرب الزيرو عند الساعة 6 بس مساء. هل الكلام يا دكتور لكن يعني دي لها فايدة مهمة أو اسمح لي بس أكملها. الطاقة دي هتترمي على الشبكة وهتقدر توفر لنا كميات من الوقود المستخدم في المحطات الحرارية نظير الطاقة المولدة من الشمس وبتترمي على الشبكة. ده معناه إيه؟ تأمين أكبر للإمدادات وزيادتها في أوقات معينة أيضا بحيث أنها تبقى متاحة. لو في نقص في الوقود لسه بتحاول وزارة البترول أنها تعوضه بسرعة فتأتي المحطات الشمسية لتوفر وقود يستهلك في المحطات لمدة ده وقود رباني، وقود رباني من غير فلوس 19 ساعات مثلا واحدة طبعا كويس قوي، واهم 10 ساعات هتكون الاعتماد الاساسي على هذه المحطات ولكن هي هتكون عامل مساعد. تمام فندم، لان الهدف ان احنا نعظم مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يقرب من 20-30%. لو حصل كده أنت بتوفر وقود بيولد طاقة في المقابل تساوي 20-30% من الطاقة المولدة. على حد معلوماتي أن الطاقة الشمسية بتتخزن، يعني يا فندم لو اتخزنت بقى سعر الكيلو وات هيتضرب في 30. لا لو لو غطت لنا فترة الشمس اللي النهار عندنا وربنا مدهنا يبقى كويس قوي. إلا أن يمكن تمويل التخزين فأنت عندك 19 ساعات دي كويسة قوي. طيب خليني أسألك سؤال كده بس بدون مبالغة، تفضل. هل تعرضت لخسائر في مصنعك بسبب انقطاع الكهرباء؟ أكيد، بس لازم نستحمل، احنا متفائلين برضو. يعني احنا متفائلين ولازم نستحمل وإلا البديل مر، يعني لازم نستحمل بعض. لكن البديل مر ان هتعمل ايه؟ يعني هتتوقف ولا هتعمل ايه؟ يعني هتعمل مظاهرات، هتعمل ايه يعني؟ يعني لازم نستحمل يعني شويه. يعني النهارده مثلا لما وزير الكهرباء بيطلع ورئيس الوزراء بيقول انه مساله انقطاع الكهرباء هتتعالج وان شهر سبتمبر هيكون افضل من شهر اغسطس وانه في مرحله من المراحل مش هيكون في انقطاع الكهرباء خالص، انت بتصدق الكلام ده؟ يعني بنسبه فوق 50%. بالنسبه فوق ال 50% لازم طيب. نتفائل طيب. هنعمل ايه طيب؟ كويس بس زي ما قلت لحضرتك ان انا مبسوط ان انا ما بقتش اشوف طوابير للعربيات والنقل، ده بيعطلنا برضو نقل البضائع، ده مهم جدا. تمام. يعني لو اشتغلت معلش مع احترامي لو اشتغلت مثلا ب 70% من الطاقه افضل من ان انا اعمل مخزون وما يتنقلش. ده صحيح. طيب خلونا نطلع فاصل ونكمل نقاشنا حول ازمه انقطاع التيار الكهربي. حضراتكم مرة ثانية في الحياة اليوم، وأثناء الفاصل يمكن كان في تعليق من الدكتور ماهر كان عاوز يشكر الأستاذ رضا عامر على روح التفاؤل وروح الصبر اللي بيتمتع بها غالبية المصريين على فكرة، مش بس الأستاذ رضا عامر. سؤالي ليك دكتور ماهر، طيب هل فعلا في أنباء بتتردد بيقول إنه مشروع قناة السويس الجديدة أخذ جزء من الكهرباء وهياخد جزء من الكهرباء؟ بالتأكيد مثل هذه المشروعات محتاجة طاقة، بس أثناء الكونستراكشن أو أثناء يعني التشييد فغالبا
استهلاك الطاقة بيبقى موضعي عن طريق مولدات موجودة بالقرب من أجهزة الأجهزة التي تعمل وتحتاج كباسات مش عارف إيه مدقات وبتاع، دي غالبا بتاخد الطاقة من جنريتور جنبها، دي ما فيهاش مشكلة واخد بقى. لكن المشروعات دي عند إقامتها وعند تشغيلها محتاجة طاقة جسيمة، علشان كده خطة وزارة الكهرباء إنها في وحدات داخلة خلال شهور قليلة، وفي مشروعات في خطة لعشرين سنة الوزارة الكهرباء تخطط دائما لعشرين سنة قادمة، ففي في السلة مشروعات كثيرة تأتي تباعا، وبالتالي حين تعمل وتشتغل هذه المشروعات ستجد الطاقة على طول بتحصلها. نعم أستاذ رضا، أثناء يعني بلوغ هذه الأزمة ذروتها، هل فكرت في يعني حلول غير تقليدية؟ يعني هل لجأت مثلا تجيب مواتير مولدات جنريتورز وحاجات زي كده؟ هتبقى أكثر تكلفة، وهنخش برضو في أزمة الجاز، يعني أي حاجة هنعملها زيادة برضو هناخد جزء، لو أنا وغيري عملنا كده فهناخد جزء زيادة من الوقود أو من السولر، هيأثر برضو في الآخر على الكهرباء، وليه تكلفة عالية، يعني الكهرباء بصراحة سعرها في مصر مميز. طيب فترة انقطاعات الكهرباء عندك في المصنع قد إيه؟ بتتراوح من كام لكام؟ ساعات بتبقى نص ساعة، ساعات بتبقى ساعة. كم مرة في اليوم؟ أحيانا بتحصل يعني متوسط مرتين كده. طيب مرتين ده كويس، يعني مش زي البيوت. طيب وفي بيتك؟ لا، لحد كبير بيراعوا برضو الصناعة لحد كبير. طيب يعني لازم أعترف بكده. في بيتك؟ لا، في البيت بقى 4-5 مرات وبرضو ما عندناش مشكلة خالص يعني. عندك جنريتور في البيت؟ لا. مش بتفكر انك تجيب؟ لا، اتعودنا، احنا نشأنا في الأقاليم فما كانتش لسه الكهرباء أصلا وصل لنا، فبنتعود، عندنا قوة تحمل يعني. ومستمر ولا يعني متفائل ان الفترة اللي جاية؟ لا، متفائل جدا جدا ان الفترة اللي جاية ان شاء الله مصر هتبقى من اعظم الدول باذن الله يعني. ان شاء الله. دكتور ماهر، اخيرا يعني هل ده ممكن يأثر على الاستثمارات الاجنبية الخاصة في مصر؟ لا 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 لا، مطلقا، لان خطة الاسعافات اللي جاية في نطاق الطاقة ومجاوزة هذا العجز خطة متنامية يوما بعد يوم، وزي ما قلت في البداية كل يوم آت أفضل بكثير من كل يوم مضى، وبالتالي أنا لا أتخوف مطلقا من أزمة طاقة على الاستثمارات إطلاقا. المشروعات جاية، التحسينات جاية، كل يوم في تحسن أكتر، إمدادات الوقود بتدبرها وزارة البترول، الكشوف الجديدة للغاز الطبيعي في المياه العميقة ماشية، الشركات راجعة تشتغل، شحنات من الوقود جاية بشكل علشان تعجل. أنت عن المشروع النووي مصر هتدخل أشكرك فيه بعد دراسات، الطاقة المتجددة ماشية في اتجاه، أنت عندك بتفتح على كل الأصعدة ومزيج الطاقة بيتنوع. طيب، فأنا لا خوف مطلقا. عايز أختم في حد اسمه سامح أبو عريس على الفيسبوك بيقول الكهرباء بتقطع لأن الإله حورس غاضب بسبب أن الرئيس مبارك ترك السلطة. الرئيس مبارك هو فرعون مصر وممثل الإله حورس.